أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في هذا الشهر الأليم، شهر محرم الحرام، شهر الحزن والبكاء، شهر العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن بان النقص في عدد جيش الإمام الحسين وقتل من قتل منهم ولم يتبقى معه إلا قليل من أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يستعطف قلوبهم، وهو يعلم أنها خالية من كل عطف، لكن أراد أن يبين للناس أن هؤلاء أجساد بشر لكن قلوبهم قلوب شياطين، لا رحمة فيها ولا عطف ولا رأفة اتجاه حتى الأطفال. فجاء إلى السيدة زينب عليه السلام وقال لها: ناوليني عبد الله. فناولته السيدة زينب عبد الله الرضيع سلام الله عليه، وقال لهم: أيها الناس، اسقوا هذا الطفل شربة من الماء. فلم يحن قلب أحد منهم، فبان إلى الناس واتضح أن هؤلاء شياطين بهيئة بشر، بحيث لا يحملون أي ذرة من الرحمة أو الإنسانية. برز إليه لعنة الله عليه حرملة ابن كاهل الأزدي، فرماه بسهم فقتله لعنة الله عليه. بلي تفضل. أستاذ، لماذا قتله في هذا السن الصغير؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ أبا ذر. أحسنت يا أبا ذر، تفضل. سأل أخوكم أبا ذر لماذا قتلوه على الرغم من صغر سنه، والجواب على ذلك أنهم قتلوه لحقدهم على آل بيت النبوة، أن حقدهم كان دفين على آل محمد صلوات الله عليهم، يعني هذا القتل كان لأجل الحقد الموجود في قلوبهم، وثانيا حتى لا يبقوا لآل بيت النبوة باقية، كانوا يخشون من بقاء أي فرد من أفراد آل محمد صلوات الله عليهم، فأرادوا أن يبيدوا هذه الشجرة لعنة الله عليهم، فما استطاعوا. حتى قالت السيدة زينب سلام الله عليه: والله لا تمحو ذكرنا. وثالثا ليفجعوا به قلب الحسين عليه السلام، كانوا يريدون الانتقام بحرق قلب الحسين عليه السلام على ولده لعنة الله عليهم أجمعين. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.